مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. عدد جديد من فكره سامي فيري. تحيه كبيره للفرقه الموسيقيه، فرقه مزيكا. ان شاء الله يا ربي سهره تكون رائقه. شعار السهره برشا ضحك، برشا ضمار، برشا تربو، برشا سلطنة. ضيوفنا جعفر القاسمي، الفنان محمد بن صالح، بشرى السلطاني، هشام الفهري، والشاعر الكوميدي والشاعر الهزلي صالح نوما. مشاهدة طيبة للجميع. فما ناس ربي عطاهم نعمة القبول، سعيد جدا انه وين يجيب حذايا الا ويحولي الاستوديو المهرجان من الضحك والذمار وخفة الدم. بحب كبير يجيب حذانا ولد الدار جعفورة. الناس تحبك، مرحبا. الحمد لله، يعيشك يعيشك، بارك الله فيكم، يعيشكم. نورتنا الليلة؟ ما جاش بالساهل، ما جاش بالساهل الحب هذا، ولا نعرف ولا نعرف. صافي بليزير، صافي بليزير. آه وي آه وي، جو سوي توشي. شوف ما أنت سبحان ربي تقول كلمتين على بعضهم ما فيهم حد شيء. سي سي دو نيمبورت كوا. سي لونت سي لونت. شوف هادي شيء ما يجيب الساهل. ضحيت وتعبت، شنو يخلي الناس هذوما يعيطوا جعفور جعفور جعفور؟ خاطر يخدموا معنا فرد قناة يخدموا معنا فوالا، يخدموا معنا فوالا. ميرسي. أما جعفر مزهار راهو انت. اي مزهار على خاطر. مزهار فيش؟ في كل شيء. فيش مزهار؟ اي نبدا. واي موجود تخدم في قناه تلفزيونيه ناجحه، خدمت مسرح مع الكبارات وقت اللي مش سهل، خدمت التجاري ونشوفك معناتها نجحت بالكدا، خدمت الصعيب ونجحت بالكدا. دونك نحس انه ماشيه معاك برامجك الكل، امورها واضحه، تقول كلمه الناس تضحك، تقف الناس تضحك، تقعد ساكت الناس تضحك. شوف شوف هيدي، خلينا نفسر لك حاجه. مثلا مثلا انت قلت محظوظ، مثلا باش نقارن بالفن بالغناء، مثلا محظوظ عندي مثلا ولد خالتي ولا انسان حطني قدام فرقه وقال لهم هذا يغني، محظوظ انا عندي شكون، عندي كتف، مثلا تحفه دخلني نغني مع الشباب. وشديت انا الميكرو والنشاز عامل مسد. من الاول يجاملوا تحفه، يقولوا له ما يسالش ما يسالش، المره هذه تعدى سهريه وكذا ونبزه في ربوخ، المره الجايه ما عادش يقبلوني. ثماش حظ، ما ثماش حظ، ثم خدمه، خدمت انا خدمت، معناتها خدمت، قريت مسرح، استاذ مسرح، فهمتني؟ ضحيت، عانيت، كليت مقصات، معناتها ثم ناس تحبني برشا وثم ناس ما تحبنيش، ثم ناس تحب لي الخير وناس ما تحبليش الخير. معناتها انسان نخدم نمن بالخدمه. ما تصورش اللي كونه النجاح هذا في نسبه كبيره من الحظ، فما ريح باهيه، نسبه كبيره في نسبه كبيره من الخدمه، في نسبه كبيره من رضايه والدين، وفي نسبه قليله من الحظ. اما في نسبه كبيره من رضايه والدين. تصورش ان انسان ينجح هكاك ولا انسان الفيزا الاولانيه هي رضايه الوالدين. ديما يقولوا جعفر يحكي على الوالدين، مي بيان سور، خاطر انا عرفت هالفيزا، انا عندي حمل على كتفي يلزمني ديما نقوله وفي كل محضر نقوله، مش نقول فيه للناس، نقول فيه لروحي. عندي دين، دين مع والدين، وديما باش نقوله وفي كل محضر باش نحكي على الوالدين، وحد ما يسالني. نشوف حتى لليوم بعد وفاه الوالده نتاعك انك حريص انك بانتظام تمشي للقبر نتاعها، حاجه توثقهم، حاجه توثقهم، حاجه تخليهم، حاجه ما تخليهمش. معلش عندنا صور لهنا. علاش توثقها حاجه كما هكا؟ اللي هي قمه
في الشخصية، حاجة شخصية جدا 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 جدا. أنا شخصية معروفة والناس تتأثر بي، ثم ناس تتأثر بي، ثم شبيبة تتبع فيه. مامو كيما هذي بالنسبة لي أنا هو اعتراف، ويفرحني أني نوريه وأني نبرتاجيه. برتاجيت برشا حاجات مع الناس، ناس وقت اللي توفيت أمي الناس تبكي معايا وما يعرفونيش، فهمتني؟ مامو كيما هذي في اللحظات اللي حس بيهم في الوحدة، كيما في رأس العام وقت اللي نتلموا، ولا في عيد الأمهات، راه تتحس حاجات كيما هذي. اعتراف جميل، باش نقول للعالم جميل لافي المرأة هذه ننساها حية ولا ميت. مشيت لها القبر نتاعك قلت لها عامك مبروك. اي على الزوال. ريت الدنيا هذه في الآخر بالكل تلقى ما عادش تنجم تقدم لأمك ولا لأي إنسان عزيز غالي عليك إلا طرف الزوال وقمح على القبر للعصافر والنمال. باش تعرف للدنيا ثم شيء. ما عادش تنجم معناتها اللي يتفرج فيا رد بالك راهو سيكوندا فارقة. أعملهم الكل تو، أعملهم الكل تو. نعمل في هذايا خاطر أنا مفضل ربي وبابا وأمي في النجاح هذا، وناس تصفق لي وناس تتفرج فيا تو. مش توانسة كهو راهو معبود الجماهير في الجزائر. ريتو هذا بالك مشيت للجزائر أنا، بالك تزيري نفقوا فيا أنا، معبود الجماهير في ليبيا أنا. نعطيك إحصائيات الدوخ كان تدخل الباج متاعي. ديما عنا الاحتقار والاستصغار. خاطر انا باش تولي عندي حكايه هذه كل جمعه. ليه عليه؟ وجه التحيه لكريستيانو اللي تفرج فينا هايك الكاميرا نتاعو. ما نوجهلوش تحيه، انا ما نعرفوش كريستيانو. ها هو انا كان نقول لك شكون نعرف الدوخ انت. شكون تعرف؟ التوانسه ما يصدقوش مثلا. ريت تجينا بيزار. نعطيك فازا، ريت ثم تو التوانسه يتفرجوا فينا في فرنسا. ثم شكون عنده ريستورون تو في فرنسا. يا ودي يحكي مع نيمار كانه يحكي مع الهادي ومع جعفر، ويحكي مع ميسي. ميسي يا ودي يجيب له في الماكل الراجل وكذا وبالريزرفاسيون، شوف تدخل له شوف ليه تونسي. عليه عليه التونس عمالقه، التونسي نجموا يعرفوا برشا ناس، واحنا فخر للعالم هذا ولا في كل شيء، في كل شيء مطلعين. انت يا ريتش مره في حياتك بارتي نتاع كوره توفى في 85 دقيقه. احنا تونس عملناها يا ودي، مانيش عاديين التوانسة يا ودي. أي غريبة في العالم راهي في تونس، تبدا في تونس وتنطلق. يجيوك رسائل من عند مشاهير وفازات؟ مشاهير شكون؟ يجيني حتى رسائل من العالم؟ ايه. لا والله لا. قابلت مشاهير؟ من العالم؟ ايه. لا والله لا. شنو باش تركب بالي زاد انا ليه؟ لا يا ودي قابلت حد. قابلت حد؟ لا لا، حدي كريم الغربي انا. كريم بسام الحمراوي. نتشرف خويا فهمني، ولا جونا احلى جو. نهنيك على نجاح صافي قلبك. يعيشك هادي. مواصل في نفس البرنامج، تشوف روحك قديش مازلت تعطي فيه؟ مش برشا. قلقت. من صافي قلبك؟ تعب برشا. معناتها ياخو برشا من الجهد النفسي. نسمع بالحق يا هادي انا راهو، نسمع بالحق بالحق. مانيش منشط، ما تنجمش تكون منشط في البرنامج هذاك، وما تنجمش تكون ممثل في البرنامج هذاك، إلا إذا كان أنت أقوى ممثل في العالم. أن كل حلقة تجيك تبكي بالحق. الباتشينو حاجة قوية، مش تدخل لهوليود أنا معناتها بعدها ديريكت. نسمع بالحق ونصدق بالحق ونتحس بالحق، وبعد الحلقة يقعد لي ليكو، والناس اللي جاوني في صفي قلبك لتو متواصل معاهم. في دينيتي، في حياتي، ولو في حياتي. معناتها كي نقول الواحد مثلا انا راني باش ناقف انه انت تتعالج من المخدرات، مش كلام تلفزه. اي جعفر، اليوم برنامج زاد صنع لك ملعب دخلته بصعوبه، لانه كانوا فيه الملعب هذا فرسان كبار على الشابي وغيرهم وخدموا. دخلت له وانت برشا ما توقعولكش النجاح، لكن اليوم تنفرد بال ننفرد خاطر بتاتر ما ثماش برامج بالكيفيه هذه في قنوات مناسبه. والاسلوب زاد الأسلوب. أنا هذاك، أنا هذاك. ريت جعفر بتاع صفي قلبك هو نفس الجعفر اللي تلقاه في دارنا وقت اللي تصير مشكلة بيني وبين إخواتي، بنفس الطريقة نفض هكاكة ونحاول نبدل الجو. إجا نضحك شوية نبدلوا الساعة بساعة أخرى، ولو كان مومو يتطلب أنك تبكي نعنق خويا ونبكي وكذا ونقول له صلي على النبي واللي صار صار، وإلا جعفر هذاك هو جعفر. تقول لهم بارتاجيو في الدارة؟
تقولش بارتاجيو بارتاجيو حكاية بارتاجيو بارتاجيو شنو هو المشكل؟ أنا قلت لهم بارتاجيو الغبرة، قلت لهم بارتاجيو الدروغ الموبقات، قلت لهم بارتاجيو باش نعاونوا فلان. هل هذا إشكال؟ كي تبدأ ثم وضعية بتاع إنسان محتاج، محتاج مثلا بروتيز، ولا محتاج 60 مليون باش يخرج من شيكات، ولا محتاج انه يتعالج من المخدرات، ولا محتاج انه يسافر لتركيا باش يتعالج من حروق وكذا، ونقول لهم بارتاجيو، شنو الاشكال؟ شنو اللي طلبتوا؟ علاش الناس اليوم ولات تاخذها بشكل كوميدي ساخر؟ ياخذوا كيما يحبوا الناس. جعفر بارتاج، هذا جانب جعفر بارتاج، جامي جادور جو بارتاج زد. هذه الناس لو كان انا شوف عندي ميزه ما نسمعش، لا أستمع، ماني مرضي ضميري، ماني اللي نعمل فيه. ما هو الأمهات اللي يتفرجوا فيه، الأمهات اللي هما المقياس الوحيد في الحياة اللي أنا ممن بيه. الأمهات رغم الخبرة، راي أم على أم كي تقول لك فلان عام 96 تقول لك فلان ما تتبعوش، 2006 تقف على كلامها. الأمهات عندهم الحس. أنا الأمهات هم مقتنعين بيه. باقي خويا وليت برشا تخدم على التنمية البشرية جعفر. هذه الحكاية عندي اكتشفت اللي كونه أنا كي نتكلم نقنع، وكي نتكلم كلامي يوصل، ومن اللي كنت نقرأ في المسرح هاو فاش وظفت مثلا فن الخطابة والتمثيل في البرنامج هذا وفي الصالح العام في الإنسان. أنا كي نعطي دي ميساج مش بالضرورة نكون عايشهم، يجوني برشا مقترحات تقولوا لي يا جعفر بربي في صف في قلبك أمان احكي لنا على الأنانية، ناخذ التام نخدمه نكتبه نحضره ونقوله. عم حضر هذاك؟ ما بين سير محضر، بين سير محضر، معناتها اللحظة الحماس ليموسيون ليتا الروح ما تنجمش تحضر شيء، هذاك ما عند ربي سبحانه. أما التام اللي باش نحكي فيه محضره بين سير، وتتحط موسيقى ولات على وسائل التواصل الاجتماعي بيان سور بيان سور بيان سور، واللي تقول ويتكتب بيان سور. ما الاشكال؟ اقرا لي كومنتير، اقرا لك، ادخل اقرا لي كومنتير. معناتها وصلنا، معناتها اقل فيديو عمل 50 الف بارتاج. جعفر الحياه مش بارتاجات وكومنتيرات زاده، الحياه بارتاج، الحياه صدق اللي هو البارتاج. ما تنجمش تكون عايش وحدك انت، يلزمك تبارتاجي محبة مع الناس، يلزمك تبارتاجي إحساس، يلزمك تبارتاجي نصيحة للناس في وسط هالعاصفة اللي عايشينها هادي. يلزمك أنت من موقعك، ما هو شنو دور الإعلام زادة، أنك تعطي رأيك في مظاهر وظواهر مجتمعية، فهمني ولا؟ والناس يتقبلهم يترفضوا. اليوم عند بعض الناس جعفر هو فاعل خير، هو المنقذ الذي نبحث عنه. أنا منحكي لكش أنه على الأقل في النهار عندي زوز تليفونات يجوني بربي رقم جعفر القاسمي، وفرصة باش نقول اللي أنا رقم جعفر القاسمي ما عنديش، وما يهزش علينا جعفر القاسمي التليفون. شوف أنا مانيش فاعل خير، نحكي لك صدقا أنا مانيش فاعل خير، خاطر ديما نمن اللي كونه فاعل خير لا يتكلم لا يظهر. لو فما فاعل الخير اللي يتكلم ويظهر أمور، أنا مانيش فاعل خير. وسيط خير، آستا نجم نكون آستا، آستا خير. سمعني سألت إمام أنا على الحكاية، راهو سألت، راني هادي، راني ملم ما نظهرلكش هكا، راني ملم. باش ملم بالموضوع هذا. أنا كي سألت قالوا لي الخير كي إنسان باش يعمل خير لا يوريه لا يظهر. باش تعطي حاجة أنت لله، مش تقول له هاي إن شاء الله لله أخويا، هاي ترى لله. جيب مع الكاميرا، جيب مع الكاميرا لله، جيب مع الكاميرا لله، 50 دينار لله، عجب بيان بيان بيان، اج اهم 20 دينار لله، صب امشي اوبا لله. ليه انا حسب رايي هذا اسمه الواجب، قناعه اللي نعم فيه هو واجب خدمتي، نخلص عليه، انا نخلص عليه من الحوار، ناخذ في شهريه، انا ناخذ في شهريه من الحوار، مش نخدم بلاش. انا باش نوريك فيديو باش نرجع نعلق عليه على خاطر الفيديو هذا خذا انتشار كبير برشا عربيا. نشوفوا الفيديو. الناس يتفرجوا فيا تو، اليوم نعملوا حملة نظافة، اخرج من حياتي، اخرج من حياتي، بالواحد بالواحد شدوه، نبداو الساعة، اللي قريب لك وما يحسكش خارج. هيك شو عملت حتى؟ هنكمل لك، بربي عندي جودين، نقول قريب لك
وما يحسكش اقرب ناس ليك ما يحسكش الليلة خرج دجاج اخرج بعيد وزعم يحبك ومش لاهي بيك خرجوا صاحبك زعم الروح بالروح ويقطع ويريش فيك دجاج اخرج 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 انسان عملت معاه الباهي وما راش بيه خرجوا انسان ما يعمل في شيء سقم بقم الناس بكلتك لحمك يقطعوا فيك ويريشوا فيك ويسبوا فيك وهو يتفرج خرجوا انسان ما قالكش شبيك شنو اللي يوجع فيك شنو اللي متعبك خرجوا انسان لا يكلمك لا يسال عليك لا حتى شيء في مصلحته يطلبك صباح وليل خرجوا خرجوا من الكل اخرجوا اخرجوا من حياتك اسألهم اسألهم كلام صحيح نابع من القلب وصحيح وعايشين وفي زمن المصالح وفي زمن روحي روحي وأنا ودرشو اسألهم أنت تعتقد اللي كون رأيي هذه مشكلة ولينا هذا أقوى سبيتش عملته عملت برشا ما هذا أقوى واحد ضرب هذا من أقوى الوحود هذا عمل يمكن عمل ببرتاج إنورم هذا حدث رو بالنسبة لنا في حياتي هذا منعرش في حياتي هذا خطر خويا نهار أنا قاعد ونلقى أحلام مستغانمي ومن دراك ما أحلام مستغانمي الباج بتاعها فيها أكثر من 13 مليون يتابعوا فيها أحلام مستغانمي العظيمة مبارتاجي الفيديو متاعي وقالت هذا الرجل وكلامه حتما الرجل على حق شخصيا سأنتهي وحدي لو اتبعت هذه النصيحة لعلمي بحقيقة معظم من حولي لكن أواصل تقبلهم عن حياء أحلام مستغانمي شهادة عمري أنا كتبت زادة جملة رديت عليها قلت كم سعدت بما نشرتي وأنا المهووس بما تكتبين كم سعدت بأحلام تنثر كلامي وقد كان لقاؤها حلما من أحلامي نلتقي حتما جاوبت لك أهلا أهلا عزيزي لك كل الحب أحلام مستغانمي مرا نحبها مرا عظيمة مرا قريت لها مرا طريزة مرا معتها استثنائية معناتها انا ما انا الشهاده اللي باش تسمعها بعد احلام مستغانمي مثلا تو يجيني واحد يقول لي فاش تعمل في صفي قلب ايش تعمل ما عجبتنيش ما حسيناكش صادق تمثل احلام مستغانمي احلام مستغانمي هبطت لي فيديو يا مطرب الحي لا يطرب صحيت ما فهمتهاش أما صحيح والله الله يهدي مطرب الحي لا يطرب اي ماما فهمتها ولا ليه؟ والله لا فهمتها ما فهمتكش هيدي شبيك ما دامك انت توا تحكي مع أحلام مستغانمي حسن من الباجاج نتاعك مطرب الحي لا يطرب يشبيك هيدي شنو مطلوب توش نعملو نغنو فهمتها ولا ليه؟ ما فهمتهاش يا هيدي ما فهمتهاش ما انت ولدنا ما يمليش عيننا صحيح اي معناتها موجود ليه انا معناتها الجزائريين والعرب الجزائريين العالميه ابار الجزائريه هي الجزائريين والعرب التاريخ هذيك التاريخ هذيك الادب هذيك الروايه هذيك هذيك يتبعوك ويحبوك ويقولوا لي الشيء اللي تعمل فيه محلاه لكن ولد بلادك لا البعض لا البعض القله القليله ولكن الحقيقه باش نكون واضحين البرنامج هذا نتاع صفي قلبك بالحق قربني للناس البرنامج هذا نتاع صفي قلبك راهو ولات ثم نحكيو على فيراج نتاع صفي قلبك راهي ثم ناس تستنى نهار الاربعاء حلو التلفزه يحلقوا يتفرجوا كذا فهمني ولا ويسمعوا المواضيع لانه التوجه لهنا بالمناسبه نشكر الصحفيات زميلاتي والناس اللي يخدموا في البرنامج هذا الكل لانه الانتقاء نتاع المواضيع معناتها ولات تهم التوانسه الكل. جعفور باش نقترح عليك فقره نعتبرها مهمه في بدايه العام فقره مدام تارو. جعفر في حضره مدام تارو. عسلامه. عسلامه مدام عسلامه. سي جعفر بتارو باش نحاول نركز عليك وعلى طاقتك. ونركز على ذاتك العزيزة وانتي برج العذراء برج الثقة والذكاء واللي ما يتحملش الأغبياء تفضل مدام توكل توكل على كل حرف من اسمك أعطيني بطاقة
وباش نسميه بسم الله وناخذو على جيم جيم ع عين ف ف ر ر البطاقة الأولى طاقتك الأولانية اللي هي أنت برج العذراء وخرجت لنا البطاقة هذه اللي تعبر على الثبات في شخصيتك، إنسان عقلاني، عندك جهاز في راسك من داخل لتحليل الأشخاص، وأنا نشوف اللي المرحلة هذه مرحلة تحولات عظيمة، وهذه الأس متاع الدراهم اللي هما الأس دو ديني، تقول لك هذه فرصة ذهبية في الفترة اللي جاية، وخاصة تحولات كبيرة عمليا باش نشوفوك في أشياء مختلفة جدا في 2022 2023 و 2024. شوف في عمل فني كبير ضخم، مش على المستوى العربي القوة متاعه، مش على المستوى التونسي، باش تقدم إضافة ممكن على مستوى هوليوود، باش ندعم السحب هذايا، باش تزيد تتبين لي الطاقة اللي قدامي اللي صفيت برشا ناس مع طاقة الأغميت هذايا. الأغميت يعني الإنسان اللي الحكيم اللي خذا الوقت، اللي عنده مصباح والمصباح هذاك قاعد يضوي فيه في قلبه النور متاع قلبه باش يخليه يشوف الأمور أحسن، وربي باش ينور لك قلبك وبصيرتك. باش نزيد ناخذ أربع بطاقات أخرين ندعم بهم السحب هذايا، وناويت لك على الطاقة العامة، ما عنديش سؤال أنا محدد. طلعوا خمسة باش نخليهم خمسة بطاقات. فما حاجة أنت حطتها في قلبك ولا في نيتك ولا في داخلك من داخل، وتوا حان الوقت باش تنفذها. هذه نفس الطاقة متاع العمل هذايا من الناحية العملية والناحية المادية. وهنا يقول لك سي جعفر من الناحية المادية الحمد لله لاباس، لكن تستحق أكثر من هكا فلوس. أما أنت عملت اسم اللي خير من الفلوس. ساكت برشا سي جعفر، ما نعرفكش ساكتين. ثم طموح للعالمية، ثم طموح للعالمية. قالت هوليود، الله أعلم أخي. ما قلتش باش يمشي لهوليود، على مستوى هوليود، وعلاش لا ما يمشيش لهوليود؟ يمشي لهوليود. عنده ثلاثة سنين هذوما نوفو سيكل، دورة جديدة في حياتك، باش تسكر دائرة الألم، وسكرتها عندك شهر. وداخل في طريق الانتصارات وطريق الشهرة والنجاح. كنت في دائرة الألم انت؟ ثم ضرباتي. عندي مدة قاعد مع روحي. قاعد مع روحي بالمنجدرة ومش حسيت نفسي. صحيت. قاعد نصفي. شنو اللي زادني؟ شنو اللي نقصني؟ شنو اللي يهزني؟ شنو اللي حطني؟ شنو اللي خذلني؟ شنو اللي متعبني؟ وشكون الناس اللي تقعد وشكون الناس اللي تمشي والغربال خدم برشا غربال. نجمو نزيدو ناخذ ثلاثة بطاقات على المستقبل كان ما يقلقكش؟ تفضل. شكرا. بسم الله. اقرا اللوميير. اللوميير وي. ربي باش يضويها في ثنيتك، شمس باش تضوي انت، وريها. لا لوميير اقوى من نحن من النور والى النور. ربي باش يضويها في قدامك، وقاعد يضوي لك في بصيرتك. اوميغا غلق اغلق زائرة الالم باغ سوا ميم. شوفها، شوف يداوي جروحه بروح ولا من يعلم بيا. ولا ريشيس تو دير دو بلوس مسيو ابوتيسمون اكسي تريومف لا ريشيس. والفلوس والكبيرة والقوية باش تجيك شهر 6 هذيك 24، فما باش تبدا تحط ساقك في طريق الثراء والانتصار والتحولات. بديت عندها شهر. وانت اخ جعفر، انت برجك الصيني هو برج النمر الصيني،
وبرج النمر الصيني هذه يبدا نهار 1 فيفري سنه النمر الصيني، يعني من اقوى الحظوظ، وملك الحظ هو النمر الصيني، والحظ متاعك في الابراج الصينيه يبدا نهار 1 فيفري ان شاء الله. انت في المقدمه وفي الصداره وراجل المهمات الصعبه وراجل ان شاء الله اللي باش يصير كبير برشا. مدام تروع عنده حاجات مش ماشيه، ما فماش انسان عنده كل شيء ماشي. اي شو تقول التارو؟ العاطفه ما يعرفش يتكلم على الحب، ما يعرفش يعبر على اللي في داخله. هذا ما يعرفش يعبر؟ لا في الحب ما يعرفش. جعفر ملك التعبير. لا لا التعبير حاجه اخرى، سلطان المفردات. عقلاني عقلاني ما يعرفش لغه العاطفه، ما يفهمهاش، ما يعرفش يقول نحبك. سهله كلمه نحبك باش تقولها، ما باش تحسها حاجه اخرى. بالحق جعفر؟ اي منع ما هوش ناجح عاطفيا قدر عقلاني. الله اعلم بغيتي انا يعني نتبع. هو هذاك سي جعفر كي كان صغير يخبيوا عليه حتى شيء، الحاجه كي يخبيوها في دارهم يمشي لها طول. والله والله هذه صحيح، والله العظيم صحيح. مكشوف عليه الحجاب الحلقوم، الله يرحمه امي وحلقوم ولا مقروض ولا غريبه تحت الفرش نفيق بيق عندي حس الشم. صحيحة بالحق. راه حبش تسأل على حاجة الفلوس وقتاش نقبضوا؟ أو قلنا عاد شهر 6 وغشيس جاتك بطاقة الغشيس، زيد ياخذ بطاقة على الفلوس. ايش اختي انتي عندك اسم خير كاسب بيه الفلوس، شوفها وحدك عاد. فيزيون مش تعرس انتي والفلوس، مش باش تجيك فلوس برك. شرب شرب يا ربي ربي سبحانه، مش باش تاخذ امراه باش تاخذ فلوس. ربي يا ربي سبحانه. فيزيون يعني باش تولي انتي والفلوس في فيزيون، معناها جعفر يساوي فلوس والفلوس تساوي جعفر. لا لا جعفر قيمته مش قيمه ماديه، اما هذه 55 ا 55 باش توصل لمرحلة الغناء والثروة، لكن أنت والفلوس ما كنتوش متحدين تو باش تدخلوا في اتحاد بقدرة ربي. باش تولي عندك برشا فلوس. وقت اللي يولي عمرك 55 سنة. وي. تو قداش عمرك؟ زيلو 15 كيك. مدام تارو نشكرك برشا. ميرسي بوكو. اللي قالته. ميرسي على الطاقة. شكرا. محلى طاقتك. عايشك. وسلام وشكرا. شو مثلا حتى لو كان فرضنا ذا كله غلط بنسبة 99%، المرأة هذه عندها طاقة. أنت اللي قلتولي هو توا أعطاني طاقة. أعطاني إنرجي. عملتك. فما تواصل بالروح. برجولية. توا عندك الطاقة؟ عندي طاقة، عندي طاقة. أنا توا باش نبدا نصرف، أنا توا باش نبدا نصرف. لين يجي الطاقة هذه خلينا نشوفوها مع بعضنا في حرب التحديات. جعفر حرب التحديات. حرب التحديات نحن لها، نحن لها. تحية كبيرة لأروى بن إسماعيل. تحية لأروى شخصية. به شبدوا بالتحدي الأولاني، إيديكم الزوز تحطوهم على أول مربع في البابيي اللي موجود عندكم. أي 3-2-1 باش يلزمكم تدوروا. أي لا لا لعبوا فيها، هذه لعبة في الدار معروفة معروفة. وتلف وتلف ويلزم على إيديكم. على اليدين بين سيما. شكون يوفى الأول؟ 3-2-1 توب. به طايش عليك؟ لا لا باش نهديه. به انا خاطر تقطعت قداش من مره جعفر. اي شيء وين؟ ها؟ سي ميرسي. مريم غادي. واحد بلاش. اللعبة هذه سهلة. نلعبوها في الدار. نلعبوها في الدار هذه. تاخذ بيسة، تحطها في الكيس. الهدف انك حلو حلو الهدف. الهدف انك ما تعملش كيك. سايب سايب نوريك. لا لا سايب 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 سايب. لا لا هاي تاخو تاخو البيسة لهنا تعمل هكا. شدوا 3.
به يا عايش صح بس يا اولاد ها ما حبتش تطلع استنى استنى بالله استنى نعرفو كي وفيتا ما بربي لحظه ما حبتش تطلع الفوق الناس باش يركضوا يا بنتي هزيك به ما لقيتلهاش الفازه نتاعها به انا مانيش مستانسه بالتدوير الحق اروى تجي من هنا اروى قبلتنا جعفر اجا من هنا تفضل سيدي مرحبا جعفر اللعبه هذه لعبه مهمه على الاخر اوكي ماما واللعبه هذه معناتها لتتويج نجاحك اي اول حاجه باش نقترح عليك انك تلبس السروال هذا هذا عظيم الشرف لينا حاجه ضروري اروى جيبك الكور اللي عندك هذا هاي ان شاء الله السناء سي بون سي بون صحيت 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 هو هذا السؤال سروال حقيقي ولا سروال حقيقي فوالا به شوف حاجة سهلة على الآخر أوكي أروى باش ترمي الكور أنت يلزمك تلم الكور في السروال يلزم الكورة تجي في سروالك باهي أوكي ياي زعما الكرش تخلينا ولا هاي هاي نجرب هاي بس نجرب أوكي هاي هي أروى واحدة برك واحدة برك واحدة برك ما نحكي فوالا برافو هاي هاي سي بون ثلاثة اثنين واحد توب بالحق جعفر ربح بالضربة القاضية تنزية والريجيم هذا ننصح الناس يعملوا الريجيم هذا شكرا جعفر القاسمي المرة هذه عنا 100 مليون للربح باش تربح 100 مليون سهل برشا خذ تليفونك ابعث اس ام اس اكتب فيه حرف ا على الرقم 85 810 85 810 حظ سعيد للجميع